نتوقف قليلا ثم نسرع هنا. ألو، قبل أن نبدأ هذا المقطع خلونا نوصل هذا الفيديو. مرحبا بكم أطفال، يجب أن نستعد الآن المرحلة الخامسة. شاهدوا معنا، هل سوف نجتاز المرحلة الخامسة؟ هذه هي السيارة، هناك مطبات يجب أن نلف على اليمين بهدوء. هل سوف نجتاز المرحلة بهدوء جديد؟ هنا سوف نقف، سوف نقف، سوف نلف على اليسار بهدوء ثم على اليسار مجددا. يجب أن لا نسقط، نتوقف قليلا ثم نسرع هنا. وقد وصلنا، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been.